أن ينازعكم الولاية عليكم ذاك المقطع الأول يرجع هنا للجانب العلم والأخلاق. هنا يحدث سلام الله عليك وسلم يحدث أهل المكوبة يقول لهم أفلا تصحبون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم سفعاؤكم والإشرار إلى الأراضي منكم فاسمعوا قولي. ونحن إن شاء الله بيه قول أمير المؤمنين أيضا نقول فاسمعوا قولي هداكم الله إذا قلت وأطيعوا أمري إلى أمري فوالله لأن أطعتموني لا تغون وإن عصيتموني لا ترشدون. خذوا إحبتها وعدوا لها عدتها واجمعوا إليها فقد شبت نارها وعلى شنارها شبت نارها وعلى شنارها وتجرد لكم فيها الفاسقون كي يعذبوا عباد الله ويطفئوا نور الله. وهذه أيضا نحكي على من يتختل عندما يريد أن يأتي يعني لأهل الحق أو يسلم ويسن عن أهل الحق ويرفع الرأس والهام عندما يذهب إلى أهل الباطل ويلتحي بهم الباطل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا أنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى بالجد في غيهم وضلالهم وباطلهم من أولياء الله. ما لكم أنتم أهل الحق وتأتي خافض الرأس وتخاف أنت صاحب الحق المفروض تكون العزة لله ورسوله وللمؤمنين تأتي خافض الهم والرأس من أجل باطل إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا أنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى بالجد في غيهم وضلالهم وباطلهم من أولياء الله أهل البر والسعادة والإخبار بالجد في حقهم وطاعة ربهم وناصعة إمامهم. ونرجع إلى جانب سوء الخلق عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شخص يسأل عن الساعة يقول إن السائل عن الساعة تكون عند خبث الأمراء ومداهنة القراء ونفاق العلماء وإذا صدقت أمتي من نجوم وكذبت القدر ذلك على جانب سوء الخلق عندما يتخذون الأمانة مغنما عندما يتخذون الأمانة مغنما. الحمد لله كم شخص أخذ من هذا المكان مسكين كان شخص هذه الكتب نبيحة به والشخص كان يتصدى أخذت الكتب وذهبوا الجانب الآخر وقالوا يجوز أخذ هذه الكتب. أمانة هذه حتى للكافر والفاجر المفروض ترجع تلك الأمانة. جانب أخلاقي هذه الأخلاق فوق كل شيء. أما تسرق مننا أموال وتسرق مننا الكتب تعلموا لو لا يعلم نقول استنقاد أموال وأخذ أموال تعليق يقال سارق. أنا أعتقد هذا الشخص هو صاحب القضية وهو صاحب الأموال وذهب إليك وقال لك هذه أمالي. تقول له ليس أمالك هذه أموال خاص سيد محمود فهذه أموال الإمام سيد محمود لا يستحق أن يكون بهذا المنصب فلان جناب الشيخ الله يحفظه حرم الكتب وحرم الأشرطة وكذا وقال يجوز استنقاد الأموال فلا ترجع هذه ويجب إتلاف هذه الكتب ولا فأمانة أين الأمانة المفروض يعني إذا أخذت دون أن أعلم ربما لا يعلم بك وهل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما تعطي صورة عن نفسك بأنك إنسان سارق ومخادر وذلك حين يتخذون الأمانة مغنمة والصدقة مغرمة. الأمانة غنيمة وأخذها والصدقة ودفع الأموال وإعطائها ودفع الراتب ويعتبرها كغرامة يعطيه وكأنما يعني أخذ شيء من جسده وانتزعه وأعطاه للمقابل. والفاحشة إباحة والعبادة تكبرا واستطالة على الناس تكبر واستطالة على الناس يعني أخيرا نقول لنا بها قصد من يقول من الذي يحكم ومن الذي يقيم ومن الذي التحق بزي العام أراد للقوم البقاها والتعقى بالطماطر وفلان وفلان. الحمد لله من نعم الله علينا الله أصحاب الأنبياء سلام الله علينا من الفقراء والمساكين إن شاء الله نحن نهجم أنبياء وصالحين سلام الله علينا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أيضا يعني أريد أن أذكر بهذه الخصوصية يعني هي المستوى من الذلة والحقارة. هو في الخارج يكذب يكذب ويهادم يعني انت لا تعلم هو في الخارج مع من يتعامل وكيف يتآمر ولمن يذل نفسه من أجل أن يكسب هذا الشخص الفقير اللي هو ينتقد بهذه القضية.
كل صراع من أجل أن يكسب هذا المكلف المسكين، حتى يدعو له، حتى ينتبه له، حتى يسب المقابل من أجله، حتى يخوف في جهنم من أجله. مطايا ضلال كما وصفهم المؤمنين، يقول مطايا ضلال، مطايا إبليس يسميهم، هؤلاء أعوان إبليس، وهؤلاء مطايا أعوان إبليس. فكل منا يحاول يعني يكسب المكلف حتى يحكي بقضيته. الحمد لله نحن لم نصل لهذه الحالة، لا زلنا نحكي بأنفسنا. يعني يأتيك أحد الطلبة أو ما شاء الله يقول له والله جازي أكثر من طالب، يقول أنت تحكي عن قضية تكرر بكثرة ولباقي الناس لا يحكمون. قلت له أيضا سيد الصدر هكذا حكي عنه، قال نعم. قلت له علي بن أبي طالب سلام الله عليه أيضا حكي عنه هكذا شيء، قال نعم. قلت له معاوية كان عندما ذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه يبكي، قال نعم. قلت له تعلم لأنه عنده 80,000 ينظر يسب علي بن ابي طالب، يحكي هذه ايضا رياء حتى يكسب المقابل ويكسب من الجانب الاخر. ليس امام علي الا ان يحكي هو، ليس عند اللسان وصاحب عقله الا يدافع عن قضيته. لو توفر لعلي سلام الله عليه 80,000 منبر لسكت، باقي الناس هي التي تحكي. والحمد لله حاليا يعني تصدى من المخلصين من الشيعه وحكوا عن قضيه امير المسلمين وعلي وهو غير موجود بيننا. تعقبت القضية في الخارج. فإذا إذا وجد من يدافع عن القضية، ومتى يقول الإمام سلام الله عليه عندما توجد الشريحة الاجتماعية المخلصة، متى توجد ومتى تتحقق إذا بعد أن حصل الفساد؟ إذا يوجد ناس دعت للقضية وناس سمعت القضية واهتدت بهذا، إذا يوجد من يهتدي دون المعصوم سلام الله عليه، لكن متى يتحقق هذا الشخص في الخارج؟ فنقول نحن هذا الشخص الذي أتى، قلت له أنت أتيت إلى هنا وقلت لي انا اعتقدت بقضيتك وانا قلت السيد محمد، لكن يقطع راسي فاسمع لي بانه ابقى على ذلك الخوف وكذا دون ان اعلن هذا الجانب. قلنا ابقى انا لا احتاج، لان نحن لا نحتاج الى النصر، الحمد لله نحن اقوياء بالله سبحانه وتعالى وبقي. يعني بدينا بمفردنا في الحمد لله، كثير من الناس الخيره والناس الطيبه التحقت معنا، وهذا ان شاء الله يزيد يعني فخرا واصرارا وعزه بينهم والناس التعبت بهذه القضية. فنحن عندما كنا بمفردنا الحمد لله كنا لا نملكم بهذه القوة أقوى من هذه، وسرناها ونحتاج جزئي وعمر الناس يذهب لا تعلم. هي قضية توفيقات طبعا، أنا أقول لهم اذهب لا تعلم. حتى الإمام الحسين سلام الله عليه قال يعني من بشيكم فاتخذوه جميلا، لم يجبر الإنسان. وأمير المؤمنين وكما معاوية كان يجبر على التجنيد إجباري إلزامي، يجبر إذا العائلة الفلانية المرأة تقدم شاب للحرب تعاقب أو تسجن أو يسجن الشاب. علي لا يستطيع أن يفعل هكذا، أمير المؤمنين يستطيع، لكن ما يريد أن يقتل شخص معه لا يخلص مني أو هو قد أجبره لقضية معينة قدر ما يستطيع على نحو الجانب النوعي والجانب يعني الكمي بهذه القضية يستطيع أن يحققها. الإمام سلام الله عليه لا يحتاج، صاحب الحق لا يحتاج يعني المعين، وإنما هو الحق من أراد يعني من شاء أن يوفق هو سيلتحق وينتصر. أما تستأذن من المقابل قل لا يستأذن كل من يؤمن بالله، هذا لمن استأذن من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، نخرج معه في الحرب أو لا نخرج؟ هو خارج الحرب ومجهز، ليس من الصحيح أن تستأذن أخرج أم لا أخرج، أذهب للمكان الفلاني أو لا أذهب، أذهب لفلان أقول أو لا أقول. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويغفر لكم. وحتى لا أنسى يعني هذه عن جانب الفرد وشخص وحده وكذا، يعني حتى عندما تأتون أنا أقول شخص هنا يأخذ أسماء، حتى ربما من يعمل معي هنا يعني أكثر ما أعاني ممن يعمل معي هنا لا يلتزم بما أقول، يعني جزاه الله خير الجزاء عندما طلب جماعة من المسجد الفلاني وأغلق المسجد بسبب حلقات درس النبي لمسجد السبزواري، أغلق المسجد فأنا قلت للطلبة اللي يحضرون وكل منهم محسوب علينا، احضروا كل منكم زيد من الناس هو الذي أصبح حلقة ضعيفة فأتى إليه الناس وبدأوا يفرضون عليه، وهو إنسان ربما يخجل أن يحكي أو يرفع صوته وإنسان مؤدب كثيرا، فاذهب واحضروا عنده حتى من يأتي يقول هؤلاء طلبة معه لا يستضعف هذا الإنسان. وفي المسجد لا يذهبون، لا يفعل وهو من هنا يعني ماذا تفعل؟ من أين تأتي على قول السيد الصدر؟ من أين تأتي بمن يعمل معك؟ أو على نحو الإخلاص سيأتيك بأذر وعندك، أنا يحتاج بينك وبين الله، وأنا تعتبر مني بأي عنوان بأي خصوصية تريد.
اعتبار لأنك تحضر الاشتراك لا تحضر عدد. هذه نصر لقضيتي وين نصر لا تعتقد بأنه صاحب حق ونصر للحق. أما تتعامل مع هذا زين المفروض نحن ننتهي أو نترك هذه القضية. لذلك نقول هكذا كان ابن المؤمنين سلام الله عليه مع النبي صلى الله عليه وآله يعني حصل على يعني جانب البغضاء وأيضا الصحابة استغلوا هذا الجانب بدأ ابن المؤمنين سلام الله عليه لأنه كان عندما يصدر أمر من النبي صلى الله عليه وآله لا يتردد قيد شعر قيد أنه لا يتردد يعني هكذا ربما بعضكم يرد في بال هذه الرواية عندما امرأة أو شخص عمل سحرا للنبي صلى الله عليه وآله وورعه في البئر وذهب أمير المؤمنين ربما الحادث تكرر أكثر من شخص لكن عندما ذهب أمير المؤمنين ففتش لم يجد فقال أين تجد أرجع وكذا قال والله لا من المعنى لا كذب ولا كذب ولا كذبت ولا كذبت ما دام النبي صدر من صلى الله عليه وآله هذا الأمر لم يوجد معنا وبدأ أمير المؤمنين لا نزح البئر وكذا وفعلا قد رجع لم يرجع الإمام المؤمنين إلا بتلك الحاجة التي قال بها فمجرد التسويفات وين يعني هكذا عندما تبدأ عندما تعتقد بها نحن نقول عندما تعتقد بها حقية الإنسان وبقضيته وتعتقد مرجع تقريرك وتعتقد هو نائب يعني لا تتوقع بأنه على نحو المزحة يقول أي ولاية السيد رحمة الله عليه هذا التخلف يعني عندما أنت مع هذا الشخص الذي يمثل لك جهة معينة ستكتب عليه كما اعترض عليه الأول والثاني قال لما قسمت هذا كذا ولما يفلاشي ولم تعدل بهذه القضية عندما نحن نقول بعد أن تسلم لا نقول تأويل أحمر بعد أن تسلم بزيد هو صاحب الحق وتجد نفسك ووصلت إلى هو صاحب الحق هذا يمثل لك جهة معينة يجب عليك أن تدع هذا الإنسان بأنه يمثل الإمام سلام الله عليه لا يوجد مهادلة بهذه القضية وأنا قلت كذا والمصلحة كذا ووجدت المصلحة بهذه القضية النبي صلى الله عليه وآله يقول لست أخاف على أمتي جوعا يقتلهم أو جوعا يقتلهم ولا عدوا يجتاحهم ولكني أخاف على أمتي أئمة يضللون إن أطاعوهم فتنوهم أبعدوهم عن جانب الدين والشرع وعن الحق وخلوهم من أهل الحق وأصحاب الحق وإن عصوهم قتلوهم تعلم أيضا نحن أشرنا على القتل المعنوي والقتل المادي يقتلك يقطع راتبك يقتلك يضربك مدرسة فلان ويقتلك يفسق في منطقة القتل أم ليس القتل من يفسق لا يتمنى الموت في تلك اللحظة على أن يواجه الناس وهو بهذا العنوان مفسق أو بهذه الخصوصية قتل هذا عزيز وقتل واضح بهذه الخصوصية أو تضطر تسلك الطريق وتسير بخطه أيضا قلت أنت وسلكت طريق الباطل فهو هذا موت حقيقي حتى لا يحتاج إلى أن يعني تفصل الروح عن الجسد وعن الإمام الصادق سلام الله عليه لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مضية مضية العاقل التواضع وكفى بك جهلا أن تذكر ما نميت عنه لكل شيء والتفكر قلنا هذا نحتاج شيء دليل لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مضية ومضية العاقل التواضع هذا هو السبب التواضع هو السبب فكل انسان يضع في باله هذه الخصوصيه وعندما يعني يضع عنوان التواضع وتطبيق التواضع امام جميع يعني جميع الحجوم والحواجز والعقبات النفسيه والخارجيه ستتذلل امامه ويسير امامه ان شاء الله من الله في الله سبحانه وتعالى نحن بغض من المكان غير صحي لكن إن شاء الله لنا جميعا الأجر والثواب في هذه الخصوصية أنا يعني كان في بالي أن أتحدث قدر ما أستطيع عن النظرية النسبية لا أنا لست من أهل الاختصاص وربما سأحكي شيء ليس بي صحيح لكن هكذا ما هذا هو الشيء الذي فهمت لكن حتى أعلم كل إنسان ما دام يناسب وأنا أكتب على الصفوة الشيء الذي سأحكي لكم قصة هذه النظرية النسبية أنا بعيد عن هذه القضية يعني بمقدار ما أتعامل بجوانب يعني الفقهية توقيفات وجهات